الأخبار من الراي. أهلا بكم في نشرة أخبار الراي، معكم فيها أحمد العنزي، والبداية دوما بأبرز العناوين. 2015 يطوي آخر الأيام وتاريخه يذيل أبرز الأحداث. أمير الكويت يتبادل برقيات التهاني بمناسبة حلول العام الميلادي. طلبنا من جهة رسمية إعداد دراسة عن قضية الدعومات بشكل عام، وأول ما تخلص هذه الدراسة سترعى الوزراء لاتخاذ القرار المناسب في شأنها إن شاء الله. قضية الدعم قيد النقاش الرسمي وكلمة الفصل عقب التقرير النهائي. الحصاد يجبر مستشفى تعز على الإغلاق وصحة العالمية تحذر. في سوريا الطلعات الروسية موجعة وغارات النظام مفجعة. يوميات سناب شات، انستغرام، إعلانات. هو تقريبا البرنامج رقم واحد بالنسبة للعالم في الإعلانات، لا بغينا إعلان ولا شيء نلقاه بالانستغرام. وفي النشرة استطلاع آراء الاستخدامات المحلية لبرامج التواصل. طوى عام 2015 آخر أيامه أو كاد، فيما لم تكن الكويت بمعزل عن التأثر والتأثير بما حمله من أحداث أو إنجازات عالمية ومحلية أو حتى هموم مثقلة بالمتاعب والتبعات السلبية التي أثرت على الكويت ومحيطها الإقليمي. عام حمل في طياته الكثير من الأحداث والتطورات على مختلف الأصعدة السياسية والأمنية والاقتصادية وحتى الرياضية. إذن رحل عام 2015 بعد أن ذيل بتاريخه أحداثا محلية عدة نلخص أبرزها في التقرير التالي.
أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد بدوره تبادل برقيات التهاني مع قادة ورؤساء الدول العربية والدول الصديقة بمناسبة العام الميلادي الجديد 2016، متمنيا أن يكون العام الجديد عام خير على كافة دول وشعوب العالم، وأن يعم فيه الأمن والسلام والاستقرار والازدهار. رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم تسلم رسالة خطية من الرئيس الفلسطيني محمود عباس لدعوته لزيارة فلسطين. جاء ذلك خلال استقبال الغانم في مكتبه اليوم سفير دولة فلسطين لدى الكويت رامي طهبوب، الذي قام بتسليمه الرسالة. وقال الرئيس الغانم الذي يترأس الاتحاد البرلماني العربي أنه سيلبي الدعوة في أقرب فرصة ممكنة. ردا على ما أثير حول عزم مجلس الوزراء رفع أسعار المشتقات النفطية، قال وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء وزير الكهرباء والماء بالوكالة الشيخ محمد عبدالله المبارك أن الحكومة طلبت من جهة رسمية إعداد دراسة عن قضية الدعومات بشكل عام على أن ترفع تقريرها إلى مجلس الوزراء فور انتهائها. تصريح عبدالله جاء على هامش تدشينه دفعة جديدة من الآليات للإدارة العامة للإطفاء، حيث أكد عبدالله أن التدشين يأتي ترجمة للخطة الإنمائية للدولة التي تركز على رفع الجاهزية البشرية والآلية. طلبنا من جهة رسمية إعداد دراسة عن قضية الدعومات بشكل عام، وأول ما تخلص هذه الدراسة سترعى الوزراء لاتخاذ القرار المناسب في شأنها. هذه ترجمة للخطة الطموحة التي قامت بها الإدارة العامة للإطفاء في تنفيذ الخطة الإنمائية للدولة التي ترتكز على عنصرين أساسيين، عنصر في رفع كفاءة العنصر البشري، ويرتكز كذلك على تحديث أسطول الآليات والمركبات المتوفرة لدينا. كل الشكر للقائمين على تنفيذ هذه أو خطة التحديث. هذه تعتبر من الدفعات الرابعة إلى السابعة، وهي آليات وفقاً للمعايير الدولية، وكذلك من أحدث الآليات والأجهزة والمعدات. إذا دل هذا على شيء، إنما يدل الحقيقة على اهتمام الإدارة العامة للإطفاء برفع جاهزيتها دائماً، وكذلك يدل على دعم وإسناد حكومة الكويت الرشيدة وعلى رأس سيدي سمو الشيخ جابر المبارك الصباح. وزارة التربية قالت أن إجمالي حالات الحرمان من اختبارات الفترة الدراسية الثانية للمرحلة الثانوية بلغ 295 حالة في جميع المواد، منها 4 حالات حرمان في جميع المواد بسبب التطاول على أعضاء لجان الاختبار. وقالت وكيلة وزارة التربية للتعليم العالي فاطمة الكندري أن نتيجة الامتحانات ستعلن على موقع وزارة التربية السبت المقبل، فيما سيتم تسليم شهادات من المدارس يوم الاثنين المقبل. خلال كلمته في ندوة الوسطية والاعتدال بمقر الاتحاد الوطني لطلبة الكويت فرع جمهورية مصر العربية، أكد وزير العدل وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية يعقوب الصانع أهمية نهج الوسطية والاعتدال في حياة المجتمعات في مواجهة الأفكار المتطرفة والإرهاب بكافة صورها. وشدد الوزير الصانع في هذا الإطار على ضرورة احترام فكر آخر طالما لم يخالف القانون أو أعراف المجتمع، لافتا إلى أن التطرف لا يقتصر على الجوانب الدينية بل يمتد إلى الجانب الاجتماعي قبل السياسي. بعد حصار مضن امتد لأشهر ولا يزال مستمرا في المدينة اليمنية، أغلق مستشفى تعز أبوابه أمام المرضى والحالات الطارئة بسبب انعدام المواد الطبية الأساسية. وأعلن أطباء المستشفى عجزهم عن استقبال المصابين بعد فراغ مخزونات المستشفى من الأكسجين والمواد الطبية الأساسية الأخرى بسبب استمرار حصار ميليشيات الحوثي وصالح. وكانت منظمة الصحة العالمية عبرت عن قلقها بالغ لعدم وصول المساعدات الطبية والإنسانية إلى مدينة تعز. وزارة الدفاع الروسية قالت إن قواتها الجوية
نفذت 121 طلعة وأصابت 424 هدفا في سوريا خلال اليومين الماضيين. وذكرت الوزارة أن الضربات كانت في محافظة حلب وأدلب واللاذقية وحماة وحمص ودرعا ودير الزور. هذا ويتهم الناشطون السوريون القوات الروسية بقتل وإصابة مئات المدنيين يوميا، معظمهم من الأطفال والنساء، حيث تستهدف الغارات الروسية الأحياء السكنية والأسواق الشعبية في الكثير من المدن والقرى السورية. المحكمة الجنائية البحرينية قضت بإعدام مواطن والسجن المؤبد لاثنين وعشرين آخرين وأسقاط الجنسية عنهم بعد إدانتهم بتأسيس جماعة إرهابية وقتل شخصين بينهم شرطي قبل عام. هذا وجاء في تصريح لرئيس نيابة الجرائم الإرهابية المحامي العام أحمد الحمادي أن المتهمين قاموا بتشكيل خلية إرهابية تخصصت في تصنيع المتفجرات المحلية الصنع، وكان هدفهم في تشكيل تلك الخلية الإرهابية هو استهداف رجال الأمن. مدير إدارة الأرصاد الجوية بالوكالة سامي العثمان توقع أن يتقدم المنخفض الجوي السوداني على المنطقة مرة أخرى ليلة الخميس لتتكاثر معه السحب التي تشكل فرصة لهطول الأمطار يوم غد الجمعة. وقال العثمان في تصريح له أن البلاد شهدت منذ الأربعاء وحتى الساعة الأولى من اليوم تكاثرا للغيوم مصحوبة بأمطار متفرقة كانت غزيرة ورعدية أحيانا، انخفضت معها الرؤية الأفقية إلى أقل من 2000 متر، صاحبه نشاط في الرياح الجنوبية الشرقية. رغم ظهور برنامج سناب شات مؤخرا وسرعته في جذب مختلف شرائح المجتمع من مستخدمي برامج التواصل، إلا أن آخرين ممن يستخدمون تلك البرامج لا يزالون يستخدمون برامج أخرى كالإنستغرام لأنها تستغل تجاريا وربما تعود عليهم بالمنفعة. لنتابع الآراء المختلفة للاستخدامات المتعددة لدى عينة عشوائية من الشارع الكويتي. يوميات سناب شات، انستغرام، اعلانات. شو الحلو باليوميات؟ انه يعني دائما تتابعه وتشوفه دائما ومباشر شو يسوي وين يروح، والاعلانات حق شو اسمه انستغرام. شو اللي يميز الانستغرام بالاعلانات؟ انه في تحت مثلا تكتب الوصف والرقم، سناب شات يمكن يقعد يوم يروح الفيديو. طبعا سناب شات، لان الحين هو تقريبا البرنامج رقم واحد بالنسبه للعالم كله، هو لأنه سهل، يعني 10 ثواني ويكون سريع ويلخص لك الأمور والمواضيع كلها بعشر ثواني ويكون سريع ومواكب العالم. في الإعلانات لا بغينا إعلان ولا شيء نلقاه بالإنستغرام. إيه. لكن في سناب شات؟ لا، سناب شات يوميات بس. الإنستغرام أحسن، لأن الإنستغرام معروف أكتر ومنتشر أكتر عن السناب شات. الإنستغرام يعني في مجال للصور أكتر، يعني في يعني السناب شات أنا شفته غالبا بيبقى فيديوهات. سناب شات تو برنامج جديد نبتدي فيه من أول ومشتركين وما أدري شنو، فالإنستغرام يعني بفضله تجاري أفضل من أي برنامج ثاني، تنزل عليه فيديو، تعليقات، أرقام تليفونات. إنستغرام يعني كماركتينج أكتر، انتشار أكتر، زي مثلا ما الواتساب أكتر من الاثنين يعتبر. طبعا بفضل البرنامج إنستغرام أحسن من أي برنامج ثاني، وهو ده اللي منتشر في الكويت وهو ده اللي منتشر في العالم كله. لا شك أن الرياضة مهمة جدا في حياة الفرد، ولكنها قد تصبح أهم خطوة يقوم بها الإنسان إذا علم أنها تخفض من خطر الإصابة بمرض السرطان. التفاصيل في التقرير التالي. ذكرت دراسة علمية أمريكية أن الأشخاص الذين يمارسون الرياضة ينخفض خطر الإصابة بالسرطان لديهم بنسبة تصل إلى 30%. وأوضحت الدراسة أنه حتى الأشخاص الذين ظلوا بعيدين عن الحركة الرياضية يمكن لهم الاستفادة من تغيير أسلوب حياتهم، إذ أن النشاط البدني بعد الإصابة بورم يقلص خطر وقوع انتكاسة ويرفع من فرص تحقيق علاج دائم.
وقالت الدراسة إن النشاط البدني يحفز أعضاء الجسم بأكملها تقريبا ويؤثر إيجابيا على المخ، وتساعد على الحفاظ على وزن صحي للجسم، ولها تأثير إيجابي على النفسية، الأمر الذي يؤثر على نظام المناعة. وخلص الباحثون الذين عكفوا على تحليل بيانات عن عدد المرات التي مارست فيها النساء الرياضة خلال فترة المراهقة إلى أن النشاط لمدة ساعة وثلاث ساعات في الأسبوع له تأثير إيجابي مع تقدمهن في السن. ابتسام رمل، الراي. التباين المالي يختتم آخر جلسات العام، تابعونا في الصفحات الاقتصادية بعد فاصل قصير. أهلا بكم في الصفحة الاقتصادية. سوق الكويت للأوراق المالية أنهى تداولات آخر جلسات الأسبوع على ارتفاع مؤشرها السعري بواقع نقطتين ونصف النقطة، بينما انخفض المؤشران الوزني وكويت 15 بواقع 20 نقطة للأول ونقطة و18 نقطة للثاني، وبلغت قيمة الأسهم المتداولة عند الإغلاق نحو 8,500,000 دينار كويتي، في حين بلغت كمية الأسهم المتداولة حوالي 78 مليون سهم. بدوره ارتفع سعر برميل النفط الكويتي 8 سنتات في تداولات أمس ليبلغ 28 دولارا و62 سنتا وفقا للسعر المعلن من مؤسسة البترول الكويتية. وفي الأسواق العالمية انخفضت أسعار النفط للعقود الآجلة أكثر من 3% بعد زيادة غير متوقعة في مخزونات الخام الأمريكية. الكهرباء والماء تفوز بالكأس، التفاصيل في صفحتنا الرياضية بعد هذا الفاصل. أهلا بكم في الرياضة. إذانا بانطلاق الموسم الرياضي لدور الوزارات والمؤسسات الحكومية والذي تنظمه إدارة الرياضة للجميع في الهيئة العامة للرياضة، توج فريق وزارة الكهرباء والماء بلقب بطولة السوبر الثانية على كأس المرحوم داود الداود بعد فوزه على فريق الهيئة العامة للصناعة بالركلات الترجيحية بعد انتهاء الوقت الأصلي والإضافي للمباراة بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل منهما. وجمعت مباراة السوبر فريقي الهيئة العامة للصناعة ووزارة الكهرباء والماء بصفتيهما بطلي الدوري وكأس الوزارات على التوالي، ويشمل دور الوزارات والمؤسسات الحكومية على العديد من الأنشطة الرياضية في مختلف الألعاب وللجنسين. صراحة يعني اللي زاد الحماس اليوم الأجواء الطيبة والحضور الطيب من الجمهور. أشكر اللجنة المنظمة بقيادة الأستاذ حامد الهزيم، وأشكر كل من تواجد وتعب وسعى في إنجاح هذه البطولة الثانية كأس السوبر باسم المرحوم داود الداود. للأمانة شيء يفرح أن نشوف مثل هذا المشاركات وهذا التجمع. إن شاء الله نتمنى أن الدوري راح أعتقد الأسبوع الجاي راح يبدي بين الوزارات، أتمنى حضور جماهيري أكبر يكون، وإن شاء الله يعني نوعدكم أنكم مفاجآت طبعا عن من خلال قطاع الرياضة في الدوري القادم. أتمنى من كل الوزارات أنها تكون مستعدة للدوري الجاي، راح يكون دوري إن شاء الله بعد ما شفنا المستوى من الفريق مستوى عالي، أنهم يشدون حيلهم، والتوفيق جميعا إن شاء الله. طبعا إحنا سعيدين جدا بهذه الاحتفالية اللي تقام سنويا السوبر بدوري الوزارات والهيئات الحكومية، وتحمل اسم شيخنا المرحوم داود الداود، وهذه طبعا لمسة وفاء من الهيئة العامة للشباب الرياضة. أنا أقدم لهم الشكر والثناء على هذه المعاملة حقيقة. وقبل ختام نشرتنا لهذا اليوم نذكركم بإمكانية المشاركة معنا عبر إرسال الواتساب أو فيديوهات أو صور لأي تجاوزات ترصدها كاميرات هواتفكم المحمولة من خلال رقم الواتساب الظاهر على الشاشة، كما يمكنكم متابعتنا عبر موقع الراي ميديا جروب ومشاهدة جميع نشراتنا وبرامجنا عبر قناتنا على اليوتيوب الراي ميديا جروب. في أمان الله وكل عام وأنتم بخير.